السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتكم متابعينا الأعزاء. رجعنا لكم من جديد في معرض جديد، معرض نسائنا الذي سوف يقام في منتجع الشاليهات يومي الثلاثاء والأربعاء من تاريخ 29-30 من شهر يونيو الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. زاوية اسمها لايتر كاندل للمنتجات الطبية بالأعشاب الطبيعية. حضوركم دعم ونجاح لزاويته، وتحياتي للجميع.